الله أكبر. 12/12/2012، ريف ديمشق، مشق بلدة بيت سحم المنكوبة. آثار الدمار الهائل الذي طال منازل المدنيين في البلدة والمحلات التجارية والسيارات. لم يسلم أي شيء من قصف الطاغية بشار الأسد. 12/12/2012، ريف دمشق، بلدة بيت سحم. آثار الخراب والدمار الهائل الذي طال منازل المدنيين والمحلات التجارية جراء القصف الهمجي من قوات المجرم بشار الأسد على بلدة بيت سحم. منازل المدنيين أحرقت بالكامل. 12/12/2012، ريف دمشق، بلدة بيت سحم. خراب هائل، دمار، قتل ومجازر في بلدة بيت سحم. لا حول ولا قوة إلا بالله. منازل، محلات تجارية، سيارات، أي شيء، حجر، شجر، أي شيء لم يسلم من قصف المجرم بشار الأسد. لا حول ولا قوة إلا بالله. 12/12/2012، ريف دمشق، بلدة بيت سحم. حسبنا الله ونعم الوكيل.